زاد هم وكثار كل وانت وحدك علميت للسهر. هلا بالباشا، هلا هلا ابو تلف. عين عوف الباشا، شف الدوريه مال الشرطه براس شارع، خو ما صاير شيء. هاي اللي هنا انا؟ اي لا ما صاير شيء ولا راح يصير شيء. بعدين انا مخلي كم واحد بس يصير شيء مباشره توصل الاخبار، حتى تعرف ابو تلف الاسباني شلون تعبان على روحه. هنظل نسولف هنا ونطب جوه. ها جايب شيء وياك؟ نطب جوه بعدين اعطيك اللي عندي. يلا 100 هلا. مليون هلا. الله الله الله، الفحم بوقته. بس قل لي ايش سويت على موضوع غسان؟ الله يا بالمون، غسان وشيعته صارت حمرة بالمنطقة وعنده مشاكل كلش هواية. تفضل. تسلم. كل المنطقة يدرون بي يبلع بس ما يدرون منين يجيب الحبوب. هو اعتقد ما منطلزمة على روحها، بس انا خاف، خاف وحده من مشاكله بالمنطقه يروحون يخبرون عليه الشرطه ويكتل اكل ماكو. بس انا مو غشيم، خليت لك واحد يشمشم الاخبار حتى شي يصير ما يصير مباشره يخابرني. اذا صار شي لازم اني هم اعرف. شنو؟ طبعا مو بس انت، وجماعتنا الفوق هم لازم يحسبون حسابهم. انت شفت الغسان بالمنطقه؟ لا ما شفته، بس هاليومين راح اشوفه واخذ منه الزبده. أنا محسب حسابي لكل شيء، حتى لو لزموه الشرطة هو يعرف كل الزين. غسان إحنا مهددين بيه من أخته. من تشوفه ذكر بهذا التهديد حتى لا يظل يحوص وينوص. طبعاً قلت لك لا تخاف، أنا محسب حسابي لكل شيء. هسه احكي لي جايب له وياك 50,000 حباية وعلى السعر القديم وتتدلل حتى تستفاد وتقول ما أنا ما يداريني. لا والله بروح جدي تاليفة مداريني ونص، بس اريد هاي ترى الكميه متكفين، اريد كميه بعد لان الجماعه اللي تعاملون وياي شغلهم كلش ماشي وخلصت الكميه اللي عندهم. خلاص بالليل امر لك واجيب لك الباقي عندي، وبعد كم يوم راح تجيني خوش كميه ومن صدق راح تستفاد ابو تلف. بس شرطي عليك يبقى تعاملك فقط ويا الناس الثقه، لان بالثقه راسي وراسك راح يبقى على الشه.